اليوم عندنا لقاء مع جامعة الـAUD. البروجرام عنده اندورسمنت من شيخ نهيان بن مبارك النهيان. قلنا منقوم بالمشروع 15 سنة على الإمارات، فهيد مبادرة من الدولة من أبوظبي ودبي، والطلاب بيزوروا عدة شركات وعدة جامعات وبيلتقوا بطلاب ومع إكزاكتيف، والهدف الأكبر أنه يتعرفوا على الحضارات العالمية من منظار عالمي مش منظار بس أمريكي. طلاب بيقعدوا هون أسبوعين، الكورس اسمه Academic Global Immersion for Portfolio Management and Resource Allocation، معي 20 طالب وطالبة بيمثلوا 7 بلدان. أول إشي أمريكا، بعدين عندك أستراليا، عندنا سبين، جيرماني، وعندنا إيطاليا وفرنسا. أنا حبيت أجي على الإمارات عشان هي معروف عنها كجلوبال هب، وسرعة الثقافة اللي عم بيصير هون وكل شيء اللي عم يتحول، the whole transformative like experience بالإمارات جذبني شخصيا. جيت في إلى الإمارات لأتثقف في العالم التجاري والفرص لشباب وبنات من عمري في هذا البلد. أنا كنت بدي أجي على الإمارات أتعلم على علامات البيزنس. أنا كتير حب البلد، إن شاء الله في شي يوم فيني أسكن واشتغل في الإمارات. العالم هون كتير ذكي وكريم، وأنا كتير بحب تعرف على عالم جديد. الهدف بهذا المشروع بالذات عم نبني شراكة بين هالأشخاص، وهيدي الشراكة مش واقفة هلا، حتكمل لبعدين. ممكن تساعدنا لأننا نحن هون إنه نبلش نطلع بسموه ستارت أبس، يعني بيصيروا التلاميذ عندهم كونكشنز مع تلاميذ عم ببلشوا بستارت أبس بالولايات المتحدة، وتسمح لنا إنه نقوم بشرك جديدة بإنوفيشن، بابتكارات جديدة بتكون مثل ما بتعرفوا بنفس الوجهة يلي هي وجهة البلاد استراتيجية للإنوفيشن. بالوضع اللي نحن عم نعيشه عالمياً كتير مهم إنه الطالب يكون رسول سلام للعالم. تبادل الحضارات والمعرفة من الطلاب من الجيل الصاعد اللي هو حيكون الليدرز للمستقبل حيساعدنا نتمنى إنه يكون عنا مجتمع أقوى ومنفتح لبعض البعض.